استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معالي الشيخ حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة في مقر أكسبو 2020 دبي. ورحب سموه بمعالي رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش وأهمية دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. واستعرض اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين. من جانبها أشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلادها ودولة الإمارات، معربة عن أملها في تطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات. كما أشادت معاليها بتنظيم دبي المتميز للدورة الحالية من أكسبو العالمي، ما يعكس قدرة دبي ودولة الإمارات على تنظيم واستقبال كبرى الفعاليات العالمية بكل كفاءة واقتدار. وقد شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ومعالي رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء والمسؤولين.